the place to be. Full of joy and God's mercy. Crosstalk is our second home. أنا اسمي زياد، عمري 15 سنة. عم بيجي على كروستوك 10 سنين. كتير بحب إجي لهون، كتير بحب أتعلم عن يسوع. كتير بحب كل شيء هون لأنه كل شيء مزبوط، كل شيء على طريق الله، ما في شيء غلط. وقت يكون في غلط منصححه دغري. بكروستوك كل الوقت بيجي على كروستوك وقت عندي فري تايم، بيجي بتسلى لأنه في هون في فرح، فرح ما بينشاف ولا محل بالعالم. وفي الله معنا كل الوقت، الله عم بيسلينا، الله عم بيكون معنا. كمان هون في بينج بونج، في كل شيء، في كل شيء حلو، في موسيقى، في هيك كل شيء بنعمله هون بيسبح الله. كل ما وقف روح على كروستوك أو قفة مرة، كتير بحس إنه في شيء غلط بحياتي وعم بعمل أشياء غلط. بس ترجع على كروستوك كتير بحس إنه عم بحسن حالي وعم بحسن كل شيء عم بعمل. وأنا اسمي كريس، صار لي 3 سنين، ما صار لي 10 سنين، بس زيت الأحساس. كروستوك لإلنا محل كتير حلو، كتير منبسط فيه ومنشوف رفقاتنا وكتير منتسلى. وأكيد كل شيء بنعمله فيه هون خاصه بالمسيح، بنعمل تعليم مسيحي وبنعمل دهرات وألعاب كلهم خاصه بالمسيح. ما في مشاكل وما في شيء بشع. وعملنا نايت كلوب، وهذا النايت كلوب كان كتير حلو، الجو كان كتير حلو، ما كان في مشاكل خالص. بس رحنا لهونيك ما كنا هيكلين هام، انا عارفين انه كله مأمن وما في شيء نخاف منه هونيك. حتى الموسيقى كانت حلوة، بتوصلنا أشياء منيحة، ويعني فيها ليركس تبعولها حلوين. والعالم هونيك تعرفنا على ناس جداد وشفنا رفقاتنا وانبسطنا كتير. المشن كامب تبع كروستوك هو منروح ونخدم أو بكروستوك أو بمحل تاني. ومثال على ذلك هو فلسطينيين كامب يلي منروح مندهن هنيك. ونحن عم ندهن منحس انه بفرحهم للفلسطينية، كيف عم بيشوفوا ناس يجوا يساعدوهم. وكمان انا بحس بالفرح لانه كيف بشوفهم وكيف كلنا عم نتعامل مع بعض تنقرب بعض على الله. الكامب بكروستوك نطلع كل سنة على جبل أو محل نعمل مخيم هنيك، ونترك كل شيء مثل التليفونات وكل الأجهزة اللي عنا إياها، تنروح نطلع على الجبل على الطبيعة ونتقرب من الله ونقرب بعضنا على الله، كمان نتعلم عنه ونشوف طبيعته الحلوة اللي أعطانا إياها. كمان كتير منتسلى ونعمل ألعاب وبايبل ستاديز وكل شيء هيك. وبالآخر منرجع من الكامب كتير مغيرين وحاضرين تنغير حالنا للمنيح ولا الله. النايت كلاب يلي كروستوك عمله هو مثال كتير منيح عن كيف فينا نتسلى ونغني ونرقص، بس بطريقة منيحة مش غلط. ومن خلالها بنكون عم نسبح الله. وهيك لأنه منغني أغاني بس بتسبح الله، ونرقص كمان باسم الله. كروستوك كتير غير الأشياء بحياتي، كتير حسن لي علاقتي مع الله، كتير حسن لي علاقتي مع غيري. وكمان انه علمني كروستوك كيف حب الاخرين، كيف قربهم على الله، لانه الله هو الطريق الوحيد وبس لازم نلحقه ولازم نتعلم عنه. وهيك بيصير بكروستوك، واذا بنخطئ بنصحح بعدنا. وكمان كروستوك عنده برنامج
ماونتن موفرز يلي هو رحلات من روح عليها على جبال على البحر على كل المطارح بلبنان. والمهم هون انه نتعلم عن بلدنا, نتعلم نشوف كله, نبرم كل المطارح, وكمان منشوف الطبيعة يلي الله خلقنا اياها ومثل الاشجار والجبال وكل شيء. كمان منشوف البلد الحلو يلي الله اعطانا اياه. كراستا كتير حلو, ننبسط ونعمل اشياء مع رفقاتنا كتير حلو. المميز بكراستا انه بنعمل اكتيفيتيات حلوين, وبكل اكتيفيتي نتعلم شيء جديد, نتعرف على الله كل مرة أكتر. وكراستك عمل نايت كلوب كتير حلو, واللي حلو بهذا النايت كلوب إنه أغاني كتير حلوين وجو فرح بعائد, مننبسط منرقص ومنتعرف على عالم جديد بيحبوا الله.